الحمد لله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين بصيام ستة العذراء، وان شاء الله نحتفل قريب كلنا بعيد ستة العذراء، بركتها تكون معانا كلنا. النهارده بنقرا جزء من انجيل معلمنا لوقا من اصحاح الخامس من ايه 27 الى ايه 39، وبيقول فيها ان كان في واحد عشار اسمه لاوي جالس عند تمكان الجبايه، فنظر اليه يسوع وقال له اتبعني، فترك كل شيء وتبعه. وفي لوقا 5 بيقول ايضا وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذين كانا شريكي سمعان، قال يسوع لسمعان لا تخف لا تخف، من الان تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين بعد ما عمل السيد المسيح معجزه السمك الكثير وملوا السفينتين، لما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء وتبعوه. انها تبعيه لرب يسوع بلا شروط. رب يسوع لما يقول واحد اتبعني ما ينفعش احط الشروط ان انا اتبعه ازاي. في الحقيقه هناك بعض انواع اخرى من التبعيه. واحد مثلا ما يكلمكش الا اذا كان عايز منك حاجه. مفيش مره تلاقيه يتصل بيك يقول لك ازيك، كل مره يتصل بيك عايز حاجه. واحد ما يزوركش الا عشان عايز حاجه برضه، عايز طلب معين. كان اتذكر واحنا في الدير كان في واحد سقط في الثانويه تقريبا 3-4 مرات، وبعد كده فضل يصلي ويصلي ويصوم، وعد البابا كارلوس وعد مرمينا انا حياتي تتغير، انا هبقى كويس، انا هنتظم في الصلاه وفي رأيت انجيل وكل حاجه. المهم نجح، وبعد ما نجح لاحظ كل الوعود ديت، فظهر البابا كارلوس في حلم، وشاف البابا كارلوس قاعد كده في مكان عظيم جدا وعطيله ظهره مش راضي يبص له. فالمهم فضل ينادي عليه، فبعد فتره طويله البابا كارلوس بص له وقال له كلمه غريبه قوي، قال له صلى وصام لاجل كان يطلبه، فلما انقضى الامر ما صلى وما صام. فاق، ايه ده؟ انا ضحكت على ربنا ولا ايه؟ فلت اوعده وخدت كل اللي انا عايزه، وبعد ما نجحت خلاص ما سالتش في ربنا. دي عامله زي الجماعه اللي كانوا ماشيين وراء السيد المسيح لانهم اكلوا من الخبز بعد معجزه الخمس خبزات والكسين، اكلوا وشبعوا وفضل، ففضلوا يدوروا على المسيح لغايه داخوا عليه وقابلوه. فيقول كده في يوحنا 6 ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. علاقة نفعية، أنا بستفاد منك هتصاحب عليك، مش استفاد منك خلاص ما عرفكش. واحد يخش الخدمة مش عشان عايز يخدم ربنا، عشان ليه أغراض أخرى. واحد يجي كنيسة مش جاي يصلي، ممكن جاي يقابل حد، ممكن جاي يعرض خدماته عشان بيزنس بتاعه ولا whatever، ليه هدف معين غير ربنا. واحد يلبس شماس ويتخانق عشان يلبس شماس عشان صوته جميل عشان يبين صوته للناس. يهوذا الإسخريوطي كان ماشي ورا المسيح لأن كان الصندوق معاه وكان بياخد كل اللي موجود في الصندوق. أمنون ابن داود وسمار كان متلاطف جدا 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 مع سمار لغاية ما وقع معها في الخطية. أول ما وقع عليها معها خطية كرهها خالص، وكان يقول لك الكتاب أن الكره اللي هو كان بيكرهها أكتر من الحب اللي هو حبه لها. فدي بنسميها نفعية، أنا بنتفع منك عشان كده عايزك. أنا مش عايز أروح لربنا، مش عايز أجي الكنيسة، مش عايز أقف أصلي عشان أنا عايز حاجة من ربنا، أنا بحبك يا رب.
أنا بصلي، أنا بجي لك الكنيسة، أنا بصوم، أنا بحضر قداس عشان أنا بحبك، أنا عايز أعيش معاك. أنت بقى إله خير، ده موضوع تاني، لكن أنا رب بحبك من كل قلبي. بعض الناس إذا طلب من ربنا حاجة ما عطاهالوش، طب مش جاي الكنيسة. إذا طلبت إن أنا أنجح ما جيتش، خلاص مش صايم، مش مصلي. إذا لازم أحط شروط على ربنا، ما ينفعش إن أنا أحط شروط في علاقتي مع ربنا. لو نجحتني هدفع لك الندر ده، لو ما نجحتنيش مش دافع. لو شفتني هعمل كذا. أنا فاكر كان في واحد كان يعني ما فيش أذكر اسمه، ما أعرفش عايش ولا لأ. المهم الراجل ده كان عنده ابن، هذا الابن عايز يخش كلية هندسة. فالأب طبعا بيحب ابنه وعايز يحقق له رغبته، فنادر 500 جنيه، الكلام ده من 20 سنة ولا 25 سنة، نادر 500 جنيه يديها المريمينة لو دخل ابنه كلية هندسة. فالمهم واحد صاحبه بيقول له أنا رايح دير مريمينة ما تيجي معايا، فخد الظرف بتاع 500 جنيه، قال لك أحسن تحصل حاجة في العربية وأنا رايح أوصله، خلي الفلوس دي معايا احتياطي. المهم هو داخل، فسي مثلا اسمه اي اسم، متى، زي مثلا القديس متى اللي بنتكلم عليه النهارده، متى. فبقول له الناس واقفه كتير قوي قصاد الالاية بتاعت الانبا مينا. فالمهم واحد طلع من الشمامسه اللي جوه بيقول فين الاستاذ متى، فما ما جاوبش. انا ما اعرفش هم عايزين مين ده، في كذا متى، ده زحمه كتيره. فدخل تاري متى فلان الفلاني، قال له انا، قال له طب الانبا مين عايزك جوه، قال له هو يعرفني، انا ما اعرفوش ولا هو قابلني قبل كده، عرفني منين، قال له هو قال في واحد بره اسمه كذا كذا هاته لي. ما هو الراجل دخل، فالانبا مين بيقول له انت يا ابني لما تطلب حاجه من ربنا ما تتشرطش عليه، ما تخافش، ابنك هيخش كلية الهندسة، هات ال 500 جنيه اللي في الظرف اللي في جيبك. ما تشرطش على ربنا، ما تعملش شروط. الشاب الغني عشان يمشي مع ربنا، ربنا قال له روح بيع كل ما عندك واديه للفقراء، قال له لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا ابيع، انا امشي معاك بس ما بيعش حاجة. انا امشي معاك بس بالطريقة بتاعتي مش هتنفع. يعقوب عشان يتجوز رحيل كان لازم يشتغل 7 سنين، وعطاله ليئة وبعد كده ضحك عليه وبعد كده اشتغل طري ترى 7 سنين تاني، يشتغل 14 سنة. في آيات كثيرة قوي في الكتاب المقدس يحط لك شرط عشان تاخد حاجة. طب ده ربنا اللي بيحط تبقى مقبولة، لكن ما ينفعش أنا أحط شروط على ربنا. فتلاقي في آية تقول لك إن لم تتوبوا ما كنتش هتتوب فجميعكم كذلك تهلكون. دي مقبولة. عشان تخش السماء لازم تتعمد. فربنا يقول لنيقوديموس الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. أنا مش ممكن أخش مع العريس ويتقفل علي الباب مع العريس السماوي ده إلا إذا كان المصباح بتاعي مليان زيت زي العذارة الحكيمات. هو بيقول بتدور على الراحة، تعالوا تعالوا إلي فتجدوا راحة. طب ما جيتش أنت حر. عايز يفتح لك قوة السماء يقول لك اعطوا العشور وأنا أفتح لكم قوة السماء. طب ما عطيتش أنت حر. طب عايز تطول أيام حياتك على الأرض يقول لك اكرم أباك وأمك. مش عايز أنت حر. طب أنا عايز ربنا يفتح لي الباب. طب اقرأ الأول، اقرأوا يفتح لكم، اطلبوا تجدوا. أنا أتبعك يا رب بس عايز إيه، بس عندي شرط، خليني أودع أهل بيتي الأول. أتبعك يا رب بس أروح أدفن أبويا. أتبعك يا رب بس تعمل لي كذا كذا كذا. الكلام ده ما ينفعش. لازم نعمل زي قديس متى، تبعه ترك كل شيء وتبعه. في
في بعض الناس بتتبع ربنا وتمشي ورا ربنا عشان خايفه. يقول لك ده بقى اله جبار، ده اله عظيم، ده لو انا مشيتش معاه هضيع، لا خليني ايه ماشي، انا اعطي العشور عشان احسن يحسن يخرب بيتي ولا يحصل لي اي حاجه، لا 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 انا اتفعله. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش ابقى زي صاحب الوزنه الواحده اللي راح ودفن الوزنه بتاعته عشان خايف لانه علم ان هذا السيد قاسي وشرير. ما ينفعش، الاله بتاعنا لا قاسي ولا شرير، ده الهنا قدوس بلا عيب، اله محب جدا، حنين جدا، رحيم جدا. مش عايزين نعمل زي يعقوب، ادي كل الهدايا، ابعت كل الهدايا قدام عيسو عشان خاطر ايه؟ خايف من عيسو احسن يقتله. ما ينفعش ان انا اتعامل مع ربنا عن خوف، لان الكتاب يقول المحبه ايه؟ تطرد الخوف الى خارج. انا بعامل مع ربنا مش خوف، لكن انا بتعامل عشان ده اله جميل رائع انا بحبه. في ناس تتبع ربنا لان كل الناس ماشيه، هو ماشي معاهم، بيسموها سياسه القطيع او تبعيه القطيع. حتى في مقاومه في فيروس كورونا قال لك سياسه القطيع برضه او نظام القطيع، ان القطيع هيدي مناعه للكل. انا ماشي مع الزحمه، انا ماشي في الزفه، بينما الكتاب يقول لك كن راسا لا ذنبا. لازم انت اللي تاخد القرار، ما ينفعش تكون ديل بيتبع الراس. التعبان لي راس وديل، مطرح ما تروح الراس الديل بيتبعه. ما ينفعش ان انا اكون ديل، خليني دايما راس، القرار انا اللي باخده، انا اللي عايز اتبع ربنا. رايح المؤتمر ليه؟ اسير صاحبي كلهم رايحين، الفرقه بتاعتنا كلها رايحه، فانا رايح. موسى لما اتاخر في الجبل راحوا بعض من الناس وقالوا لهارون ده موسى مش عارفين حصل له ايه، اعمل لنا عجل عشان خاطر، فجمعوا كل الذهب واتقلبت الدنيا وكل الناس راحوا عبدوا العجل. ايه ده؟ ده انتوا لسه خارجين من ارض مصر، ده لسه رب عامل معاكم معجزه قد كده. مش بس كده، في سينا مش لاقيين ميه، بعض الناس تزمروا، تزمر بعض الناس خلى كل الناس تزمرت على موسى وعلى ربنا، سياسه القطيع. في شائعه معينه انتشرت، ممكن الشائعه دي تكون غلط لا تحققت منها ولا حاجه، ولكني بصدق وبنشر وبتكلم وبحطها على النت وكل ده عمال في. طب انت تحققت منها؟ طب انت عارف صح ولا غلط؟ مش عارف، سياسه القطيع. اخر حاجه، في بعض الناس بتتعلق بربنا مجرد تعلق عاطفي. احنا مش عايزين نتعلق بربنا تعلق عاطفي، ما ينفعش. الخادم بيحب ربنا عشان هو بيحب ربنا. واحد يحب اب اعتراف، اب اعترافه ده سافر ما يروحش الكنيسه يبطل اعتراف. هو انت بتحب ربنا ولا بتحب اب اعتراف؟ حب اب اعترافك زي ما انت عايز، بس اب اعترافك ده المفروض يوصلك لربنا. ما ينفعش عشان انا بحب اب معين، الاب ده معين سافر السماء او سافر لاي حته او اتنقل من خدمته خدمه ثانيه، ابطل اجي الكنيسه. وزي ما حصل مجموعتين، مجموعه مع بولس ومجموعه مع ابولس، ده ضد ده ما ينفعش. ابشالوم ضد داود ما ينفعش. في بعض الناس بتتعلق بخطيه معينه، واحد بيتعلق بزنا، بسرقه، بلعب قمار، بافلام بورنو، بمخدرات، كل ده تعلق ما ينفعش، تعلق خاطئ. في بعض الناس تتعلق بمكان معين، ما يقدرش يستغنى، او تتعلق باشخاص معينه، زي زوجه مثلا تتعلق بامها جدا. بالكتاب يقول لها من اجل هذا يترك الرأبة وامه يلتصق بامراته، وهو متعلق بامه ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا في زواجه، او هي تتعلق بامها تعلق مرضي وتعمل مشاكل كبيره في زواجها بسبب هذا التعلق. أو أب يتعلق بابنه جدا يمنعه من الكهنوت أو يمنعه من الرهبنة بسبب تعلقه.
أنا فاكر تمام إيرين لما جت كانت بتحكي لنا قصة حياتها، قالت لنا إن بابا كان مصمم إن هي مش هتخش الدير. تخيلوا إيش الخسارة اللي كان ممكن نخسرها كلنا لو تمام إيرين ما كانتش دخلت الدير وبقت القديسة تمام إيرين. كانت خسارة كبيرة لينا كلنا. ليه؟ لأنها باباها كان مصمم، لا أعمل لك فوق البيت، أعمل لك دير، أعمل لك قليتين، مش عارف إيه، ترهبين مش عارف فين. فصعب قوي إن إحنا نمنع خدمة ربنا بسبب تعلق خاطي. واحد مثلا اختاروه عشان يبقى كاهن، تلاقي زوجته متعلقة بيه جدا، لا إزاي، ما لا ما تترسمش. طب ليه؟ ليه تحرمي الشعب من راعي كويس؟ ليه هذا التعلق؟ سامحوني، مش مظبوط هذا التعلق. بينما في تعلق جميل حلو، داود ويوناثان كان تعلق جميل، الأنبا بشوي والأنبا بولا الطموي بين الاثنين كان في تعلق جميل جدا. الأنبا بشوي لما ساب البرية بتاعته وراح جبل أنصنة بعد ما البربر هجموا عليه واتخربت برية شهيت، راح ارتبط بصداقة روحية عجيبة مع راهب متوحد هناك في جبل أنصنة اسمه الأنبا بولا الطموهي، لدرجة ان هما ملاك ظهر وقال لهم انتوا الاثنين هتدفنوا مع بعض، جسدكم هيدفن مع بعض. فلما جم ينقلوا جسد الأنبا بشوي من جبل أنصنة يودوه حتة تانية، حطوه على المركب، المركب ما رضيتش تمشي. فواحد من المتوحدين قال لهم حطوا معايا جسد الأنبا بولا والمركب تمشي. ولغاية هذه اللحظة جسد الأنبا بولا الطموهي مدفون مع جسد الأنبا بشوي في دير الأنبا بشوي في صندوق واحد. ده تعلق جميل حلو. لا في بعض تعلق. تعلق البابا كرولوس بمرمينا، لا أنا عايز أدفن في دير مرمينا جنب مرمينا. طب ما احنا ممكن ندفنك في كاتدرائية ويبقى ليك مزار كبير، لا 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 أنا عايز أدفن في مرمينا عشان أبقى جنب مرمينا. ده تعلق حلو. خلينا نتعلق بربنا بطريقة صح. خلينا نتبع ربنا بطريقة صح. خلينا نترك كل شيء، أي تعلق خاطي نرفضه من أجل محبتنا للمسيح. خلينا نعمل زي ما عمل القديس متى، ترك كل شيء وتبعه، سواء تعلق، سواء خطية، سواء مكان، سواء أب، سواء أم. لازم يكون لي القرار إن أنا أقدر أخذ هذا القرار. أنا بحبك يا رب، أنا عايزك، أنا عايز أعيش معك، أنا عايز أعيش معك إلى الأبد. خذ هذا القرار وربنا يسعدنا كلنا، لله مجد دائما أبديا، آمين.